عقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية شيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح اجتماعا مشتركا مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء أمس في قصر بيان العامر. وعربت الأطراف المشاركة في الاجتماع عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة ومناشدة كافة الأطراف على سرعة احتواء هذه الأزمة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار. وجدد كل من الجانبين الأمريكي والبريطاني دعمهما الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحل الأزمة. وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.